تظهر أحدث الإحصائيات لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن أعداد المؤسسات المسجلة لرواد الأعمال في أعمار 18 إلى 29 عاما بلغت قرابة 9500 مؤسسة. لكن كيف يمكن لهذه المؤسسات أن يشق أصحابها طريق النجاح كما فعل هلال السليماني في تجربته مؤسسة أي شيء؟ فكرتنا الأساسية كانت عرض الإفطار للموظفين في باقات واشتراكات شهرية، واستمرنا في فترة طويلة في هذا النموذج العمل، ولكن جاءت الأزمة في 2020 في شهر مارس ومبيعاتنا راحت للصفر بسبب الموظفين اللي لجأوا إلى الدوام عن بعد في بيوتهم، فاضطرينا إلى تغيير نموذج عملنا إلى تطبيق أي شيء الحالي اللي هو عرض المنتجات والخدمات في اشتراكات دورية. فحاليا نعرض الأشياء الاستهلاكية من خضروات ومن فواكه ولحوم ودواجن وغيرها في اشتراكات دورية ومستهدفين أرباب المنازل. وليس ببعيد عن التسويق الإلكتروني، فمن منا لم يشاهد هذه اللوحات الإعلانية الإلكترونية؟ هي الأخرى تخفي وراءها قصة نجاح لرواد عمل عمانيين في شركة مباشر. كان في تحديات كثيرة، لكن الحمد لله لأنه كان المنتج جديد وشيء جديد في السوق كان في إقبال جيد جدا من الشركات الخاصة والجهات الحكومية. فعملنا في 5 سنوات على استراتيجية تكون استراتيجية ذكية، بأنه نعرف بالضبط وين نحن نريد نوصل إلى في 5 سنوات. كنا نريد نكون أكبر شركة للوحات إعلانية ذكية موجودة في سلطنة عمان. إذن ماذا يحتاج رواد العمل المبتدئون ليجتازوا عقبة الفشل؟ فبحسب الإحصاءات أكثر من 50% من المشروعات الناشئة تتعرض لتحديات جمة في السنوات الأربع الأولى منذ تأسيسها. ابدأ وقت الخطوة الأولى على أساس تحقق هذه الفكرة، ما تنتظر وما تخاف من سرقة الأفكار، هذا دائما التخوف والهاجس الكبير عند رواد أعمال الشباب. دراسة الجدوى مهمة جدا جدا، حاول تتميز في السوق بشيء مختلف، وحاول خذ كل احتياطاتك قبل لتأخذ هذه الخطوة. وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس لتوفير فرص العمل وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي، مما يجعل تضافر الجهود لإنجاح مسيرتها والأخذ بأيدي رواد الأعمال ضرورة ملحة. إذن ريادة الفكرة، التخطيط، الطموح والإصرار سر نجاح رواد عمل عمانيين رأوا في ريادة العمل مستقبلهم. أحمد بن بارك الدرمكي من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مسقط.